الدياجور الشمالي نعاني من الكهرباء ونعاني من قلة بقلات الامبيرات. يعني اليوم الامبير 3500، تجينا 3-4 ساعات، والوضع يعني والله شرك شرك جدا جدا. احنا حارتنا شي 50 بيت، 30 بيت مادين كهرباء، واحنا 20 بيت ما احنا مادين. نروح على البلدية ترخص ما يطلع لنا رخصة، نروح على المولد نقول له مدنا يا ابو كهرباء، يقول ما تحمل مولدتي. وما اعرف احنا نشر الرقابة ما قام تشوفنا. طبعا يعني اخر فترة كنا نعاني حيل من مشكلة الكهرباء، فالتجينا للامبيرات، مولدات الامبيرات الاشتراك. طبعا قام ياخذون منا كل شهر يعني 5000 على الامبير، والتشغيل يعني ساعات قليلة. يعني قبل غلاء المحروقات كنا نشغل المولدات بالبيوت، لكن يعني ما عندنا قدرة نشغل المولدات. فالامبيرات اليوم يعني ما قامت تخدمنا بشكل نظامي، يعني المفروض يشغلونها تقريبا حوالي 8 ساعات، فما جت 4 ساعات. فنطالب يعني المجالس او الاداره الذاتيه يعني بتحديد ساعات تشغيل المولدات، او يعني يشوفون تبديل الكهرباء